إذا ما الكل تضامنوا إيد بإيد وصرحنا صرخة قوية وقفنا جنب بعضنا ما بنوصل لحل. بهالبلد ممنوع نكون نحن سيدات أنفسنا، نخلق بنت فلان، مرت فلان، أم فلان. خلال الحلقة القصة الكاملة لفاديا كرم سيدة الأعمال والمرشحة السابقة عن الانتخابات النيابية اللبنانية اللي اشتركت معنا بشكل موجز بحلقة سابقة تحت عنوان الرجل المتسلط. الليلة بنكفي الحلقة معه ورح تخبرنا كيف خطفت ولادها الخمسة، كيف عاشت متشردة بالحرش، كيف دخلت السجن 7 مرات، وكيف رجعت لتعيش مع زوجها تحت سقف واحد بانتظار اتمام اجراءات الطلاق. دكتورة شليطة رح بلش من عندك بسؤال الحلقة، هل المرأة القوية تصنع رجل عنيف؟ حلوة الجملة يعني، ولكن بالأول بدنا نعرف شو هي المرأة القوية وكيف بنسميها مرأة قوية، من وين اجت هالتسمية وكيف توصل المرأة لحتى تصير تأخذ صفة المرأة القوية. أما هل هي لما منفككها شوي للمرأة القوية هل هي تصنع رجل عنيف؟ طبعا لما منو يعني بتوصل لحتى نقدر نسميها المرأة قوية بده تعلق المشاكل، يعني بيصير أو رجل عنيف أو رجل ممكن يهرب كمان الهارب أو، ولكن كتير منيح أنه نفككها شوي لهي قصة المرأة القوية. دائما بنحب نتعرف على الأشخاص اللي بيتصلوا فينا. ادعينا من حلقة الرجل المتسلط المتصل حكمة، مساء الخير حكمة مرة تانية. أنت اتصلت وخبرتنا أنه عن ضربك لزوجتك، خبرنا شو كان صاير معك هيدا التنين. يعني كان صاير سوء تفاهم بالبيت وبلش نقاش، احتد شوي، كبر الجدال، كلمة غلط أدت لهالموضوع هذا. ضل كف ضرب؟ لا كف طبعا، نحن عم نحكي عن كف كفين، ما عم نحكي عن ضرب مبرح يعني. ومش أول مرة. مش أول مرة. ويمكن ما تكون آخر مرة. طب شي مرة إنه قلت أخذت وعدت حالك إنه خلص أنا ما بدي أضرب؟ نعم. وعدتها ووعدت حالي. ووعدتها بناء على وعد منها. للأسف هي ما قدرت وفت بوعدها وأنا ما قدرت وفت بوعدي. يعني في هالثقافة موجودة بالمجتمع اللبناني وبالمجتمع العربي بشكل عام إنه كفين بيمشي الحال، منه نضربها بإطار التهذيب، بينما رأي آخر بيقول لا هدول عنف وهدول ضرب. هل بتلاقي في تعايش المجتمع بين هالشغلتين بين هالرأيين؟ يعني اليوم بالقرن 21 ما فينا نقول إلا إنه هيدا عنف، وكثير انا يعني بيسترعي انتباهي كيف لما نقول العنف ضد المراه او العنف ضد الولد او العنف ضد الحيوان او العنف ضد الشجره حتى، هو عنف يعني لازم يعاقب عليه القانون وكانه عنف. ما بعرف كيف يعني انسان بيمتلك الاخر بيعمل له كفين، يعني باي حق بيعمل له كفين. مساء النور، يسعد لي مساك. تفضلي. مع احترامي لإلك ومع حبنا الكبير لإلك، أنا حابة أسألك سؤال. نعم. قبل أنت تاكل كف من أنجولينا جولي؟ شكرا لك منى، ليك ما رح أكذب عليك، أنا صوتت على الإحصاء وقلت نعم، قبلين كف من أنجولينا جولي. إذا مصور. كنت كثير فرحانة إنه بنفس الأسبوع كان في اعتصام بدار الفتوى، تحركت اللجان النسائية كلها سوا وشاركت كلها سوا، وأعضاء فرديين من النساء كمان شاركوا، والاعتصام كان بدار الفتوى. يمكن الكلام اللي حكيناه بشكر الإعلام، بشكرك زفان أنا، إنه وصل لأذهان المسؤولين. وفي قانون من 70 سنة ما تغير، قانون الحضانة عند الطائفة السنية، انعطى قرار فيه بعد الجلسة ذاتها، بالجلسة ذاتها، وانتقل من عمر 7-9 لعمر 12 سنة. حاسين بقوة الإعلام يعني وقوتكم على بسط إنه وصلت الكلمة على القلوب ووصلت عند بعض المسؤولين وحسوا هالمرة عن جد، لأنه كان عندنا صوت واحد إنه نحن حنام بدار الفتوى
مسيحيات ومسلمات، لازم نشتغل بايد واحده باتحاد حتى نوصل اللي بدنا اياه. نعم. صار اليوم في تشتت بالعيال بشكل مش طبيعي، وصار في طلاق بشكل مذهل عند جميع الطوائف، والسبب بيعود بالاساس اول شيء للتربيه. حاحكي بشكل مباشر، في تربيه بالبيت اساسيه، في مجتمع حوالينا، في قيم قديمه نحن اليوم يمكن ملزمين نعيش فيها، مع انه صار في تطور كثير كبير. هلا الغلط بيصير لانه اوقات الحب مش هو اساس بالزواج. انا ما تزوجت عن حب، انا تزوجت عن وعي. كان عمري 27 سنه، كنت انسانه ناضجه، بلشت بمجال عملي، وتزوجت انسان متعلم مثقف، عايش برات لبنان. بس كان الخطا يلي كان مني اني ما تعرفت على الانطراج تبعه، على العائله، على طبيعه حياته، على جوه. معلش اليوم حاحكي حديث مع انه اهلنا معلمينا عيب، والمجتمع يمكن اليوم ينتقدني على حديثي، لانه المراه عم تتبهدل عيب تحكي، تنضرب عيب تحكي، بتطلع من بيتها عيب تحكي، مش المجتمع ما يحكي شيء. واول ناس بيرجعوها على بيتها هن اهلها. لازم تحترمي زوجك وكله بيصير، وطولي بالك. وفي كثير ستات بعرفهم بمستوى معين من العلم ومن المستوى الاجتماعي القيم العالي، يعني بيستحوا يقولوا شو عم بيصير معهم لانه بيخافوا من العيب. بس العيب لوين وصلني؟ 13 سنه حملت الحد، وين وصلني العيب؟ وين وصلني؟ وصلني الى دمار. انت كانت المشكله انه كان عنيف زوجك؟ او انت كنت قويه اكثر من اللزوم؟ حيكون الغلط على اثنين، ما حاحكي غير بصراحه، انا مره كثير صريحه، بده يكون في خطا على اثنين. زوجي كان عنيف، ايه كان عنيف، وانا كنت مره قويه، ايه كنت مره قويه، ما كنت سكتت مره واثنين وثلاثه، الى حين اخر شيء تعبت الكبايه ما عاد فيني، بلشت بدي جابه. ما كان عندي الذكاء اني مثل، كنت جابه الحقيقه بالحقيقه، اوقات علي صوتي ما بقول لا. بس هيدا العنف هيدا هون ما كان ورا عليوه الصوت او كان من ورا مشكل، هون كنت نايمه الساعه 2:30 بعد نص ليل بالبيت، بفوت لانه البيت عندي مثل اوتيل لإله، كنت نايمه بعد نص ليل الساعه 2:30 بفوت على البيت وبيحكي كلام اكيد قدام الاولاد بزيه. كنت نايمه مع الاولاد الخمسه فرد غرفه، وضربني قال لي نايمه يا فلانه، بيخبطني على منخاري خبطه وعلى راسي خبطه، وصبحت بدمي. وبتشكر بنتي الكبيره اللي تلفنت للامبولانس اجى حملني، لانه الدرك ما بيتدخل، نحن بلبنان الدرك ما بيتدخل اذا ما في حاله وفاه بالموضوع هيدا. وقت نقلوني على المستشفى الامبولانس تدخل الدرك وصار في تحقيق. هلا عايش بعده معكم بالبيت؟ نعم، اليوم اجى على البيت، اليوم اجى على البيت. طيب كيف تكون يعني الحياه ببيت واحد تحت سقف واحد واثنين فاتين هالقد بمعارك؟ بتمنى العداله، بتمنى المحاكم الروحيه، بتمنى اللي بيمثلوا العداله بالمحكمه الروحيه، اللي بيقولوا اساس المحبه للولد والبيئه السليمه ببيته بتعطي ولد سليم. معلش هذا الحكم اكثر من ظالم، انعطى لفادي يا كرم، يمكن انعطى لبعض الناس ما بعرف ليش. عم بيجيبني على المطار، قال لي بصرت بنومي قديس، وقال لي حتجيبي صبي خي لرورو. قلت له اذا الله بعتني ليش لا؟ كنت عم باخذ حبوب منع حمل، وطلعت حبلي بنفس الشهر، وكان ببطني اللي بالايكو 9 شهور في صبي. اخر شهر قرر يغير الاسم، سمي على اسم خيو لانه مش مجوز وخيو معه مصاري. قلت له اذا اجت بنت حسميا كي فيك انت، لانه في ايمان بالموضوع وفي اصرار، حسميها فاديا كرم تبع عائلته. قال لي ما الحكيم قال صبي 9 شهور وبتخلق بنت. يا لطيف، واسمها فاديا بنت كرم، وسميتها فاديا كرم. وبدي ارجع اخبرك. ومستعده لجلسه نقاش انت وجوزك على الهواء؟ اذا نوصل لحل للاولاد ايه، بس للبهدله لا. بعدني بقول لمصلحه اولادي انا مستعده لكل شيء لمصلحه اولادي. بدك نحكي نساله؟ انا ما عندي مشكله. اوكي، رح نتابع هذا الموضوع بركة من خلالكم كل المتزوجين اللي عم يمروا بمشاكل، من خلالكم يعني يقدروا. يا ريت يا ريت بركي يساعدوا حالهم، بركي نحن بنكون عن جد معلش يكون كبش المحرق. نعم. انا برود بركي هن يساعدوا حالهم وانتم تساعدوا حالكم لتقدروا. اتمنى بدنا ولد سادس تسمي زافين اذا وصلتوا لحل. انا كيف بتمنى. بركي بكون حل على ايدك استاذ زافين، بركي بتعمل عمل عن جد. انا ساعدت لك شغلي كثير ناس عجزوا عنه، بكون عن جد انسان غير. رح نعدكم، رح نشتغل على هذا الشيء.